من جانبها شددت الدكتورة جميلة السلماني استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، شددت على الإجراءات الاحترازية وأهمية عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. ونؤكد تجنب جميع التجمعات باختلافها، التزام التباعد الاجتماعي، الالتزام بارتداء الكمامات في الأحوال وجميع المناسبات التي تستدعي هذا. من جهة أخرى، فإن وزارة الصحة مستمرة بزيادة عدد الفحوصات الطبية اليومية والعشوائية لزيادة واكتشاف الحالات في الوقت المبكر ووصول هذه الحالات إلى مراكز العلاج والعزل في الوقت المناسب. فلغاية اليوم وقد وصل عدد الفحوصات إلى 1,638,000 فحص مختبري. أما بالنسبة للحالات القائمة، فعدنا عدد الحالات القائمة تحت العناية 31 حالة، والحالات التي تتطلب العلاج هي 65 حالة، في حين 3,108 حالات هي وضعها مستقر من العدد الإجمالي 3,139 حالة. كما أذكر أن تعافت عن في مملكة البحرين 75,089 حالة وتم خروجها من مراكز العزل والعلاج. فأحب أن أؤكد مجددا للجميع، يجب الالتزام بجميع هذه المعايير اللي احنا ذكرناها مكررا في المؤتمرات الصحفية، التزام الكمامات خارج المنزل، الخروج فعلا للضرورة، التزام لبس الكمامات لما نكون مع أشخاص كبار السن أو عندهم أمراض كامنة، التزام بنظافة وتعقيم الأيدي بطريقة مستمرة، تعقيم الأسطح الموجودة عندنا ولا يكثر استخدامها في البيت، التباعد الاجتماعي، تقليل من التجمعات، ولو لا سمح الله أحد يكون عنده أعراض الاتصال برقم 444 للحصول على النصيحة الطبية وكيف أنه ممكن يتعامل إليها.